تتمنى ابنك يكون ممثل؟ لا، اتمنى ابني يكون دكتور ولو حب. بس انت كده مسيطر. اتمنى ابني يكون دكتور. طب ما انت تتمنى يبقى دكتور وتتمنى يبقى ممثل. طب ما تيجي نسال يوسف نفسه. تعالى ايه رايك بقى؟ تعالى يوسف. احنا نسال يوسف بقى نفسه. يوسف محمد رجب يا جماعه. منورنا طبعا النهارده. منورنا. احنا جايبين يوسف مخصوص النهارده معانا عشان يقول لنا هو اللي يقول بقى يطلع نفسك ايه. نفسي اكون دكتور. ايه ده بابا بقى دكتور مسيطر عليك. طب نفسك تبقى دكتور ليه؟ هو عايز يطلع دكتور. دكتور اطفال. اطفال. لا مو اطفال. طب ايه؟ دكتور كبار ولا تزهق؟ دكتور قلب. قلب؟ ده تخصص صعب. ايوه انا عارف. عايز اعرف بقى اشمعنى دكتور قلب؟ عشان جدي كان بيتعالج من القلب في المانيا، فكان قال لي ماما ان هو نفسه انه يشوفني دكتور قلب، عشان كده نفسي اكون دكتور قلب. حبيبي ده انت عندك انسانيه طبعا. ده يلا ابني من انسان. ربنا يخليه لك. قول لي بقى يا يوسف، ايه المسلسل اللي اتفرجت عليه لبابا وعجبك قوي وفرحت اكتر حاجه؟ مسلسل ولا فيلم؟ قول لي مسلسل ولا فيلم. فيلم صابر جوجل. صابر جوجل. ايه اللي حبك في صابر جوجل؟ يضحك هو في الفيلم. كان دمه خفيف. لما بتشوف بابا في ادوار شريره بتقلق وتقول ايه ده مش بابا وكده والحاجه، ولا عارف ان بابا؟ لا. طيب وبابا غير ده. عارف ان بابا عارف ان بابا طيب. بتحبه. احكي لي بقى، ومسلسل ايه اللي بتحبه لبابا اكتر؟ مسلسل ضربة معلم. ليه بقى؟ فنان. اشمعنى؟ حلو جدا، في اكشن وفي دراما. طب لو انت بتتفرج على حاجه وبابا بيضربوه في الحاجه دي، يعني في مشاهد بيطلع بيتضرب؟ هو كده كده انا عارف ان بابا هو في الفيلم هياخد حقه وهيضربه زي ما يعني انت عارف ان هو البطل فلازم يتصع والبطل لازم يضرب في الاخر. بس ما بتزعلش؟ بتبقى فاهم ان ده تمثيل وان ده. انا عارف. شعورك ايه يا محمد لما بقيت اب؟ اي هو ده الشعور ده. ايه قبل يوسف وايه بعد يوسف؟ ده بابا لما كان انا اول ما جيت بابا كان نازل، كان قاعد تحت اوكي مستني الخبر. بعدين قريبتي جت له تحت قال له يوسف جه. بعدين على طول بابا طلع وشافني. يا روحي بابا بيحبك قوي قوي قوي. لا كل ده متصور فيديو. فشفت. طب ايه اللي اتغير في شخصيتك قبل يوسف وبعد؟ كل حاجه. كل حاجه. يعني مثلا في صابر جوجل انا كنت في الدور الثامن ومتعلق الواير، والمفروض انط من الدور الثامن للدور الثاني حوالي مسافه 400 متر على واير. في العادي كان عندي قلب اللي هو يلا. طبعا نجوميه واكشن وبتاع. فجيت مره وقفت كده بصيت افتكرت ان انا بقى عندي يوسف. فكرت خفت. وبعد كده رجعت تاني بصيت قلت يا زمان كنت اتمنى تبقى كل الحاجات دي معموله لك. ودلوقتي مش عايز تعملها. فضلت ما بين الصراع ده في الاخر عملت المشهد طبعا. بس غير كده في الشغل بقى عندك حاجه تخاف عليها؟ بخاف على نفسي، بخاف عليه. كلمه بابا لوحدها انا بالنسبه لي بتوجع. موضوع يعني مش محتاج. هو ما تحكي عني يا ابني شويه. طب قول لي. احكي عني، قول قد ايه ضعيف، قد ايه ما بستحملش. كلمه بابا انت ضعيف قدامها. طبعا ضعيف قدامها جدا جدا. والاستاذ يوسف عامل ايه في الدراسه؟ الحمد لله كويس، بجيب علامات عاليه ولا ايه؟ لا الحمد لله. خطير خطير ما شاء الله. ما شاء يعني الله. دكتور خلاص انا هعمل حسابي ان شاء الله. يعني اي حد من اصحابي عنده القلب بتاعه خليه يستناك ان شاء الله. وليه ممكن يكشف من دلوقتي؟ مش فداك مش اي حد فداك دلوقتي. طب انت طلعت اتكرمت مع بابا السنه دي وخدت الجائزه بتاعته؟ ايوه. اصحابك قالوا لك ايه او كنت حاسس بايه؟ وانا عارف ان انت عايش جزء في السعوديه وشويه بتيجي مصر. قالوا مبروك إيه؟ لبابا ان شاء الله انه اتبسطت، انه اكسبيرينس حلوه. بعدين في صحابي قالوا يعني هو ايه ده، يعني اي حاجه وخلاص هو بس عشان كده. عرفت ازاي؟ وانا في ناس ما بتحبش الخير. ايوه مش بيحب انه حاجه تبقى حلوه لحد الناس، انه حاجه حلوه. بس كويس انك فاهم كده. ايوه برافو عليك. بس في ناس انبسطت. ايوه في ناس يعني اصحابي القريبين اتبسطوا، بس اللي دايما بيعزوني. طب انت ما فكرتش قبل كده يا يوسف ان انت تطلع مع بابا في مسلسل او في فيلم؟ ايوه فكرت؟
ايوه انا كنت عاوز اطلع في الونش مع بابا بس عشان الشغل اتاخر وانا كنت لازم ارجع عشان مسافر. الدراسه كنت لازم ارجع السعوديه عشان الدراسه. طبعا الدراسه اهم من التمثيل. طبعا بس انت كنت هتطلع تمثل دور ايه بقى ما تحكي لي؟ معرفش. انت هتقول لي هدول اللي هم يقولوا لك يعني؟ لا بس اكيد كنت في دماغك نفسك تعمل حاجه. انا قلت له لو انت هتقعد شويه ممكن نشوف الدور عشان انا عندي بنت في الفيلم وكان هيبقى صديق لها في المدرسه فطبعا هو سافر عشان هو عنده المدرسه وكده فقلت ان شاء الله المره الجايه. لا بس انت انا عايزك لو تطلع تطلع اكشن بقى تضرب وتكسر كوميدي ده خطير. لا ما انا مش ماشي كوميدي ماشي بس برضه عايز الاكشن. لا اكشن احلى. طب انت بتتفرج على مين ممثلين تاني مصريين غير بابا؟ مين ممثلين؟ تامر حسني